قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد، إقرار مشروع قانون الدواء المصري، إقرار مشروع قانون السماح المؤقت في الجمارك لمواجهة تكدس البضائع بالموانئ وعمليات التهريب، إقرار مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة، الموافقة على مشروع قرار جمهوري بتخصيص 247,043 فداناً لمحافظة شمال سيناء لإنشاء مجمع قرى للصيادين وثلاجات لحفظ الأسماك، تشكيل لجنة عليا لإعداد رؤية لآليات تنفيذ قانون المرور الجديد، اعتماد مشروع قرار بإنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، إقرار مشروع قانون بتعديل إحدى اتفاقيات البحث عن البترول، إقرار مشروع قانون بإبرام اتفاقية جديدة للبحث عن البترول، اعتماد عدد من الإجراءات لتسهيل عملية إخلاء منطقة مثلث مسبي.